معقول؟ مو هي المذيعة؟ هي هي. يسعد لي هالمساء يا ست الكل. يسعد لي مساك، الحمد لله على السلامة. ربي يسلمك. مساء الخير. مساء الخيرات. أهلين. يا أبو علي، تعال جاي. تخطف رجلك لعند أبو عيسى والمختار وبتجيبهم معك. يلا. شرفي. وهي كل القصة يا جماعة. يعني الشغلة فيها حياة وموت. مشان هيك أنا جماعتكم ما بدي إياكم تسمعوا القصة من برا. هالمخلوقة هي دايسة بساطي، يعني بالعربي المشبرح، سمعتها من سمعت كل حدا ببيتي. بارك الله فيك يا جبي، لك قليلي هالبلد قديش في ناس مظلومين عم ينظلموا كل يوم. وانت شو رأيك يا أم جبيل؟ جبل ترباية سلطان وتربايتي، وطالما هو هيك شايف خلص نحن ما بنطلع عن الأصول. ما حدا غير هيك. بس بس شو يا مختار، هي شغلة ما فيها بسبسة. جبل بليز، يا ريت تلاقي طريقة تانية. أنا ما بدي أعملكم وجعة راس. يعني ما في وجع راس يا بنت الناس. شو عم تحكي أنت؟ وقفي، الله يرضى عليكي. وقفي. هي قدام الله وقدامكم المخلوقة صارت تحت عبايتي، يعني من بعد حماية الله صارت بحمايتي. نحن هون أهلا وناسا، اللي بيصير عليها بيصير علينا. لا عاطلة بتصيبها ولا كلمة بتجرحها. مشكلتها رح تنحل، وهي شغلتي. ولما بيروح الخطر اللي الله راد ساعتها كيفة حبت تمشي بنأمن عليها، والحبة تبقى بنشيلها بعيوننا. هاي قطتك؟ ومن اليوم صارت قطتك. وانت وين رح تنام؟ برا بالجنينة. صحيح برد حبتين، بس الله بعيني رح سمك لبس. أسألك شوي ما أسألك. اوعك اوعك تقولي لي هيك قدام العالم. سوري ما قصدت، بوعدك انتبه مرة تانية. ما تحكي لي الهم، معك بتتعودي. ليش قدي رح ابقى هون؟ قد ما بدك. بدي قدي قد ما بدك. طب خلينا نحكي بالقصة هاي بعدين. ها نحسين، نحن الاثنين تعبانين، قليل اللي صار اليوم؟ لا والله مش قليل اللي صار اليوم، ولا قليل شو عملت كرمالي. مش عم صدق انه بعد في حدا مثلك، ولا عم صدق قدي حظي حلو كيف هالصدفة لعبت بشكل حياتي وخلتني اعرفك وحبك. طب ليكي خليني انا
تمشي احسن ما وننفضح بقى وتصير سيرتنا على كل لسان. خليني امشي احسن وانصحك تمشي. طيب قبل ما امشي اعطيني هالعبايه. رح نيم فيها الليله بنوي. بنوي على خير. جبل شو عم تعمل هون؟ ناطرك. مو انت قلتي بدك تشوفيني؟ ما صار لي ساعة ناطرتك بالأوضة. أوضة شو؟ انت عم تحكي عن جد؟ شو فيها؟ شو فيها؟ لا بدك تنتبهي منيح من هالقصص. جبل شو فيه ولو؟ ما نحن بعرف شو نحن وفهمان عليكي كتير منيح، بس انت هلا بحمايتي، يعني بدك تنتبهي على كل حركه وعلى كل كلمه. الاصول ما فينا نحيد عنها، هذا لا منيح لك ولا منيح لي. بحبك. شو حكينا؟ اي شو قلت؟ ما انت قلت لي انه هون الحب مش عيب. مظبوط، نحن هون كلنا بنحب بعضنا البعض. ولا شو؟ اي لا ما حزرت، خليها شي وحده لكن بتقول لك انها بتحبك، اي ولا بقى وصلها بنص راسها. اوف بكير عليك هلا الحكي. بسم الله عليكم، عم نام وقوم على رصاص واسلحه بوجهي وبخلقتي، اقل شي. طيب قولي لي شو كان بدك مني؟ كنت بدي احكيك كلمين منى. بعرف انه انا ما خصني، بس عن جد انقهرت عليها. والله كلياتنا زعلانين ومقهورين والله. يعني رح تساعدها؟ هي اختي هي، معقوله اخلي فيها شبك انت؟ طيب لكن شو المشكله؟ امك؟ انا بحكي معها. لا مع امي ما في حكي. صدقني نور، شيل المزح على جنب، مع امي ما تحكي بهالموضوع هذا خالص. فيني اعرف ليش؟ الشغلة ما لها سهلة عليها. شوفي أمي جواتها في إيه بس ما عم تطلع، ما عم تقدر تقولها. إذا هيك تكل علي أنا بخليها تقولها. أنا بالنسبة إلي خلاص سحبت إيدي من الموضوع. جبل انت اخي الكبير ولي امري، تصرف وحل القصه من عندك، ببوس ايدك. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لك لا تحكيها هلا، ما في فايده. ما حكيتها، ما حكيتها ولا رح حاكيها، بس هي من لما شافت شاهين عنا بالبيت وانا ما بعرف شو صار لها. بدي احضر لكم العشاء. ايه لا لا هلا مو وقت هذا الحكي، اساسا كلياتنا ما بدنا نفس ناكل ولا لقمه. ما بيصير يا معلم، يعني ساوي لنا ركوة قهوة الله يرضى عليكي. تكرم عينك. شو؟ الله يعطينا خير هالجمعة. لوين رايحة؟ بدي اطلع على غرفتي، راسي عم يجاني، ماني قدراني اسهر معكم. استني بدي احكي معك كلمتين قدام اخواتك. خلاص خليها لبكره الصبح، قلت لك ماني قدرانه. منى خليك شوي بليز.
شوفي يا بنت، جوازتك من هالبني آدم لا هلأ ولا من قبل كانت بخاطري، بس لأنه كلياتنا منعرف راسك اليابس وعنادك لوين ممكن يودوكي، ولأني بخاف عليك وعلى أخواتك من الفضايح والقال والإلنا، أنا مضطرة أقول لك إني موافقة. موافقة؟ عن جد أمي؟ إيه عن جد، بس على شرط لا تحلمي إني ظلغت بعرسك. الله يبارك فيك. مبروك.